الو مساء الخير. ايوه مين نيكول؟ معايا؟ ايوه مين معايا؟ انا عندي مشكله. خير يا حبيبتي؟ انا عندي 36 سنه وشكلي حلو وبتعاكس وكل حاجه بس ما فيش عريس. معلش بس اسمك ايه؟ سميه. سميه فأصلي يعني كل ما فيش عريس سعيد بيتقدم لي، كلهم مخلوقات فضائية. هتجوز ازاي وامتى يعني كل؟ الحقيني من فضلك. معلش يا سمية، بس انت متأكدة ان هم المخلوقات الفضائية ولا في غلط بس عشان نبص على نفسنا كويس في المراية يا سمية؟ هم بصي يا سمية، هقولك حاجة يا سمية، مش غلط انك تعيشي برضو سنجل يا سمية وتشتغلي وتعتمدي على نفسك، الحرية برضو حلوة يا سمية، وبلاش المخلوقات الفضائية. ماشي؟ هين هاي هيك على السريع يعني، بس عم جرب اخترع سيناريو. معقولكم في اتصال تاني؟ الو؟ ايوه. الو؟ ايوه. ممكن اتكلم مع نيكول؟ ايه انا نيكول. نيكول جوزي بيحب العنف وبيضربني لما يزعل، بس انا بحبه قوي، مش ضرب الحبيب زبيب. هيدا فيليب. ما هو بصي بقى، اولا مين معايا حضرتك؟ مين حضرتك؟ اسمك سميحة. سميحة. بصي يا سميحة يا حبيبة قلبي، على رأي زميلتي رضوى الشربيني اللي قالت مرة في انترفيو ان مش كل ضرب زي اكل الزبيب، صح؟ فبلاش العنف يا حبيبة قلبي، وحاولي تخلعي، اخلعي وانفدي بجلدك احسن. عم جرب اخترع يعني. اوه رن عن جديد، هيدا ما فتحني بعد. يا الوي بونسوار. بونسوار. كيفك؟ اشتقت لك. انا معجب برجال وعم ببعث له رسائل حب. هذا الرجال عم يحكي. رجال بعينك. عم ببعث له رسائل حب وغرام على الواتساب، اسمعوني لو. وانا متاكد انه اذا تعرف علي رح يحبني، بس عنده مشكله صغيره. هو مشهور ومجوز وحده كثير بشعه، هو اسمه يوسف، يوسف الخال. شو بدي اعمل؟ جوز وحده كثير بشعه. على فكره انا بعرف هيدا الصوت، ما فيك تلعبون علي.